السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان الأخوات، السادة والسيدات، أصحاب المعالي والسعادة، جملة استكشافية ديالنا استطلاعية الإخوان، نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد النقطة هادي ديال شارع المجد، الموضوع ديالنا الإخوان هو طلاء واجهات المنازل المطلة على شارع المجد. حملة الطلاء بالأبيض كما كتلاحظوا معنا، الناس خدامة الناس خدامة. من هاد الحيطة الإخوان شوفوا كيف كان حيوطة توسخو بالتراب ولوحاتهم، الله إلا دارت فيهم خير هاد الجماعة هادي، الله إلا دارت فيهم خير. شوف على حالة كان فيها الحال، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شوف الفرق، شوف شوف هاد الفاص هذا وشوف داك الفاص اللي مصبوغ بالأبيض. إذا يا إخوان كاينة حملة ديال تبييض الواجهات، حملة حملة ديال تبييض الواجهات شارع المجد. شوف شوف الحال كيفاش كان بالتراب، شتوه حالة وحالة. كرامة كرامة، حملة كبيرة. كما كتلاحظوا الاخوان هذه حملة ديال طراء الواجهات ديال هاد المنازل، هذه اللي كتشوفوا كيف كانوا حالتهم حالة. نعطيهم الصحة، نعطيهم الصحة. نلقى زينة الإخوان، لاحظوا معنا تبييض الواجهات ديال شارع المجد، هادشي كله غيتبيض إن شاء الله، غيولي في حلة جديدة وجميلة. مبروك عليكم السكان ديال اللي في هاد الواجهة هادي، حي المجد، في شارع المجد الجميل. ارا شوفوا من الجهة اخرى، شوفوا من الجهة اخرى، اذا يا اخوان الواجهات ديال المنازل اللي في شارع المجد بعد ما عاشوا سنوات العجاف حالة يرتلع. شوفوا كيف كانوا، شوف شوفوا وعامرين بالتراب وما عرفوش هما يصبغوا من راسهم. باز لكم والله الا باز لكم، ما تعرفوش تتفقوا تصبغوا دوك الواجهات ديال المنازل ديالكم. دابا تنوض الدولة عادت اوديش، هادي نقول لك خصنا نبدلو العقلية، خصنا نبدلو العقلية. علاش حنا ما نبادروش، علاش ما نبادروش حنا كمواطنين، حنا ساكنين فيهم. شوفوا دابا كي ولات تبارك الله، شوفوا الواجهات ليه، شوف هادوك من بعد ما كملوهم كاملين شوفوا كي ولاو، داك القرمود الخضر جا زوين معاهم من الفوق، رائع. وكنذكركم يا اخوان بهاد المناسبة هادي ديال التزيين والتنظيف في شوارع ولا في مدينة الرباط، راه غادي تكون واحدة زيارة مهمة في مدينة الرباط بدعوة من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحفظه الله وشفاه الله، الدعوة للرئيس الفرنسي ماكرون. الرئيس الفرنسي ماكرون راه غادي يجي لهنا باش غادي يعقدوا الصفقات ويتم التوقيع على عديد من
الأعمال والمشاريع المشتركة في أيام قادمة إن شاء الله. واحدة معنا الأخوان الواجهة كيف الله، رائع 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 وجميل، رائع وجميل. رائع. الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم الصحة. كانت هذه الأخوان جولة في هذا الشارع المجد، شفنا فيهم هذه الأشغال هذه اللي كتقام هنا ديال طلاء الواجهات المنازل. إلى هنا أترككم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.